وللحديث أكثر عن وضع الصحافة والإعلام في العراق، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي بعد أيام، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. بعد صدور قانون تنظيم النشر، وبات من الواضح عمليات التضييق على حرية الرأي في العراق، برأيكم إلى أي مدى أثر القانون وما يصاحبه من انتهاكات ضد الصحفيين على عملهم؟ نعم، بكل تأكيد ربما لا توجد دولة في العالم تمتلك هذا الكم الهائل من القوانين والإجراءات البيروقراطية التي سلطت على المجتمع العراقي، لا سيما الإعلام والصحفيين. اليوم الصحفي العراقي يقف وأمامه المئات من الإجراءات والمئات من القرارات، ثم أنه إذا أراد أن يمارس عمله في الشارع أو في أي مكان في العراق، فينبغي عليه أن يتبع سلسلة من الإجراءات المملة الطويلة والصعبة التي تطالبه بالحصول على موافقات من عدة جهات أمنية وعدة جهات إدارية حكومية، وهذا بحد ذاته في الحقيقة يعني تضييق على عمل الصحفيين ومنعهم من ممارسة دورهم في المجتمع بممارسة الإعلام الذي يعتبر يعني المراقب على عمل الحكومات والمشخص للحالات السلبية، وأيضا في ذات الوقت يعتبر الإعلام نبض للشارع. لكن للأسف في العراق نرى أن الإعلام بات مطوقا بهذه الإجراءات الطويلة، وهذه الإجراءات التي باتت شرطا لممارسة عمله. أستاذ أحمد، يعني بحسب الإحصائيات الحقوقية فإن العراق يعد من الدول الأولى أو أكثر دولة تحصل فيها جرائم ضد الصحفيين، برأيكم من يقف وراء هذه الجرائم المتكررة منذ 17 سنة؟ نعم، بكل تأكيد للأسف يعني العراق كان وما زال يوصف بأنه أسوأ مكان للعمل الصحفي، ذلك لأن الصحفي يقف أمامه جبهة فيها خصوم على شكل أحزاب سياسية وعلى شكل جماعات سياسية وعلى شكل ميليشيات، وأيضا للأسف اليوم حتى العشائر باتت تمارس دورا خطرا ضد بعض الصحفيين وضد بعض الإعلاميين بسبب منشور على الفيسبوك أو بسبب خبر صغير في مؤسسة صحفية ما. أيضا اليوم بات الصحفي مهدد من قبل بعض المؤسسات الصحفية التي للأسف انطاعت لأجندات بعض السياسيين وصارت تطبل لجهة سياسية على حساب أخرى، وبالتالي وجد الصحفي نفسه أمام كل هؤلاء الخصوم الذين يعني من فكوا يمارسون عمليات الاعتقال وعمليات التصفية وعمليات الملاحقة ضد الصحفيين، وما القضايا الكثيرة التي توجد لغاية اليوم في المحاكم العراقية، وأيضا لدينا إعلاميون وناشطون معتقلون لحد هذه اللحظة، إلا هي خير دليل على ما نتحدث به الآن. كيف تنظر للتوصيفات التي تطلقها الحكومة العراقية بأن الصحفيين في العراق وأن حرية التعبير مكفولة والصحافة تعمل على قدم وساق وهي أفضل من الكثير من البلدان في المنطقة؟ سيدي الكريم، يعني للأسف يعني هذه الادعاءات للأسف غالبا ما تصدر من يعني من جهات إعلامية تدعي أنها جهات إعلامية مستقلة. على سبيل المثال نقابة الصحفيين العراقيين التي للأسف دورها مغيب، ورئيسها الذي انتخب من عام 2008 وحتى اليوم هو شخص يعني مقرب من الأحزاب السياسية أكثر من قربه للصحفيين ومن قربه للإعلاميين، بالتالي فإن هذه التصريحات
يعني هي تصريحات تأتي في إطار المجاملة وفي إطار التغطية على هذه الانتهاكات الكبيرة التي تمارس ضد الصحفيين مجاملة ومحاباة لجهات سياسية من أجل الحفاظ على منصب هذا النقيب أو الصحفي الفلاني، ومن أجل عدم تعرضه للمساءلة من قبل الجهات السياسية. وللأسف يعني رغم يعني الدور السلبي لنقابة الصحفيين العراقيين، إلا أننا يعني نرصد أن هنالك تواطؤا وهنالك يعني محاباة من قبل المنظمات الدولية والمنظمات العربية المعنية بالصحافة. يعني قبل فترة تم انتخاب اللامي لمنصب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وقبله تم انتخابه في عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدوليين. نعم. على الرغم من أنه العراق يعني يشهد عمليات انتهاكات كبيرة، ولم يسأل اللامي عن مسؤوليته تجاه الصحفيين من قبل هذه المنظمات. أستاذ أحمد، نحن على يعني بعد أيام يومين فقط تفصل العراقيين عن انتخابات برلمانية يقال أنها مبكرة، هل ترى أن هناك مساحة للعمل تتيح حرية جمع المعلومة وبثها، لا سيما وأن الصحافة ترسم الصورة الحقيقية لتشكيل وعي الناخب؟ أبدا. يعني كما تعلم مفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة قاموا بتحديد مراكز قليلة للسماح للصحفيين بدخولها والقيام بعملية التصوير، بينما هنالك الآلاف من المراكز الانتخابية التي سوف تغيب عنها عدسات الصحفيين وأقلامهم. نتوقع أن هنالك عمليات تزوير سوف تجري، وهنالك عمليات تأثير على الناخبين الذين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع سوف تمارس من قبل أحزاب ومن قبل جهات أمنية وجهات ميليشياوية من أجل الضغط والتأثير على اختياراتهم. كل هذا والإعلام عنها مغيب، لأن الإعلام تم تحديد حركته وتم توزيع موافقات أمنية خاصة وكذلك باجات صحفية خاصة تتيح لهم العمل في أماكن معينة دون غيرها. أستاذ أحمد، هنالك الكثير من الصحفيين والمراسلين والمصورين متخوفون من طريقة التعامل التي سيتم التعامل بها معهم، هل تحصلوا على أي تطمينات من النقابة أو من الوزارة أو من أي شخص في العراق بأنهم سوف يكونون محميون من أي ممارسة مخالفة في المستقبل أو في هذه الانتخابات مثلا؟ عفواً لم أسمع السؤال جيداً. عفواً. الكثير من الصحفيون والمراسلون والمصورون متخوفون من الطريقة التي سيتم التعامل بها معهم، هل تحصلوا على أي تطمينات من قبل النقابة أو المفوضية أو رئاسة الوزراء بأنها ستكون محمية بحيث يستطيعون فعل ما يشاءون دون تخوف؟ للأسف يعني اليوم عندما تتجول في شوارع العاصمة بغداد مثلا أو في بقية المدن العراقية تشاهد أن الشوارع وكأنها تحولت إلى معسكرات، حيث تنتشر المركبات العسكرية بشكل مكثف خصوصا حول المراكز الانتخابية، وهذا يعني بحد ذاته يمثل يعني عسكرة للشارع ويضيف يعني جوا من الارتباك على يعني استمرار عملية التصويت وعملية الانتخاب. هذه الظواهر العسكرية بكل تأكيد سوف تؤثر على حركة وعمل الصحفيين. على الرغم من هذه الإجراءات الأمنية الكبيرة، إلا أن الصحفي العراقي يعتقد ويخضع لهذه الإجراءات العسكرية التي يعني تقيد حركته بدل أن تقوم بحمايته. لذلك هنالك انتقادات كبيرة لهذه الممارسات من قبل جهات إعلامية، وهنالك مطالبات أخرى من قبل جهات إعلامية وجهت لمفوضية الانتخابات وأيضا وجهت للسلطات العراقية من أجل فسح
مجال ومنح حرية أكبر لحركة الإعلاميين والصحفيين من أجل القيام بدورهم ومراقبة عملية الانتخابات. نعم، من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.